تقنية جديدة في عالم التدخين بمعنى الكلمة. المنتج ده اسمه جلو، ممكن تكون شفته كتير في أماكن كتير بيتباع. دلوقتي بيتباع في مول العرب ب 400 جنيه بدل من 500 جنيه بنفس الباكج. بتاخد ضمان سنة ضد عيوب الصناعة، لو حصل أي حاجة بترجع الجهاز وبتاخد غيره وانت واقف. الباكج دي بتاخدها جواها 4 علب سجاير بأنواع مختلفة أو بتقل تبغ مختلف على حسب نوع السجاير اللي انت بتشربه، طبعا معاه الجهاز، والجهاز معاه تفاصيل كتير جدا هنتكلم عنها في فيديو تاني. الجهاز فعلا او شكل الجهاز فعلا يونيك جدا، وصناعته محترمة جدا، والكواليتي او البيلد كواليتي بتاعته كويسة جدا. الجزء اللي تحت ده الاير فلو، هو عبارة عن او شيء مسؤول او حاجة مسؤولة عن الهواء اللي بيدخل اللي انت بتشرب منه يعني السجاير، ودي مكان بتقدر تنظف منه كمان. الجزء اللي فوق ده هو المكان اللي بيتفتح علشان تحط السيجارة فيه، وطبعا بعد ما بتحط السيجارة بتدوس على الزرار ده فالباور بيشتغل، وبالتالي السخان بيشتغل فبيسخن السيجارة فبيقدر تشرب. اكتر من نوع سجاير موجود جوه العلبة زي ما قلنا. النوع ده انا بجربه حاليا، هو فيه فليفر معين بس انا ممكن اكون محبتوش قوي، ولكن لسه بجرب الانواع التانية او بشوف ايه اقرب نوع ليا. ده شكل السيجارة اللي موجود جوه العلبة، ومختلف طبعا تماما عن السيجارة العادية. هي تشبيهها شكلا، لكن كصناعة او ككواليتي او كطريقة شغل او طريقة شرب يعني مالهاش علاقة بشكل السيجارة الطبيعية العادية، ولكن هي بجودة صناعة او بكواليتي صناعة فعلا عالية جدا جدا جدا، ونسبة امان عالية جدا. اكتر من نوع تبغ بتلاقيه جوه، ودي ميزة بتخليك انك تجرب انواع التبغ المختلفة علشان تقدر تقول ده اكتر حاجة يعني مناسبة ليا. انا واحد بشرب ميرت اصفر، فكنت لسه بجرب او لسه بشوف بقى ايه افضل نوع، وقريب طبعا هنعمل ريفيو كامل عن الجهاز وعن الشرب عليه او ازاي تشرب عليه سجاير. ده الشحن اللي بيجي معاه، والشحن ده تايب سي، تشحن لمدة 2 ساعة، ومن خلال 2 ساعة دول تقدر تشرب علبة سجاير كاملة من 20 سجارة. فعليا هو كويس جدا، وهنعمل ريفيو كامل عن الجهاز قريب جدا بس بعد ما استخدمه استخدام كامل.